بدي أحضر اليوم ورق عنب بزيت، أنا سبق وعملته، بس الفكرة اليوم بطنجرة الضغط. أول شي بدي أحط البطاطا، والطنجرة أكيد في بقلبها زيت. بدي أحط الجزر، بسم الله. هلأ بدي احط الورق، هيدي هي الكمية يلي طلعت عندي. هلأ بدي احط ملح، رشة بهار اسود، بدي احط حامض، هلأ بضيف مي سخنة، وبعده مستوى المي مثل ما انكم شايفين لتحت هالعلامة، ما بصير احط مي لهون، لا. هلا رح احط الغطا وسكرها. هلا رح افقسلها بريشا كوك، ورح احطها 50 دقيقة. هلأ بانتظار حتى يطلع عندي الرقم. هلأ رح نفتح الغطاء، بسم الله. ما شاء الله، شايفين هالمنظر؟ ولا حبة انفزرت او طلع منها رز او شققت، والورق العنب بعده محافظ على المي تبعته. هلا انا هون حسيت بس بدهم شوية ملح، ورجعت يعني حطيت لهم تقريبا نص معلقة صغيرة، وهيدا الورق صار جاهز. بس بدي فرجيكم النتيجة، الورق دايب. والحبة مستوية على الآخر، 50 دقيقة. إن شاء الله هالفيديو بيكون عجبكم، وإذا عجبكم ما تنسوا تحطوا لايك وشير وسبسكرايب. صحتين.